شهور زيتيني في كرشك صبر ما الحرق يا والدة ميكون تداخل كنتحرك ربيتيني بالاحترام والادب وريتيني الفرق بين القبيح والمزيان امي اول كلمة اللي خرجت من فمي علمتني المسؤولية علمتني نصلي بقيتي معايا في الوقت صعيب واخا طلقتي الوالد كافحتي ليا باش نقرا مزيان نكون وراسي علمتني نكون راجل ونحترم ندم علمتني نصبر ونطلب ربي يسهل ما كاينش مرا بحالك في الدنيا وفي حياتي ما كاينش جنة بلا ما شكرك يا امي ربي يحفظك يا والدة في الاخرة في الدنيا جنة تحت اقدام الامهات ربي يحفظك يا والدة في الاخرة في الدنيا جنة تحت اقدام الامهات ربي يحفظك يا والدة في الاخرة في الدنيا جنة تحت اقدام الامهات ربي يحفظك يا والدة في الاخرة في الدنيا جنة تحت اقدام الامهات شدت عليك تمارا صار من 30 عام خدامة ما تسوت الخمسة ما كاينش نهار اللي ما تخدمش عرفها ولدا شنو سوا اسمح لي يا والدة على اللي دوزتي معايا ديما يا وكلشي يكون من جهة ان شاء الله ديما كتوصيني يا رب بالي من الحرام حطي ظهرك وما تخليش يضحك عليك الشيطان ما كاينش اللي يعاونك في الحياة غير من الله حاول تصبر ما تكون محتاج صدق ما يكون خير من الله شكرك يا والدة الله يطول لك العمر ما كاينش بحالك في الدنيا وفي حياتي ما كاينش جنة بلا ما شكرك يا أمي ربي يحفظك يا والدة في الآخرة في الدنيا جنة تحت أقدام الأمهات ربي يحفظك يا والدة